ومن أجل إعداد جيل يتحمل المسؤولية ويعرف أمانة الرأي وحسن الاختيار، قامت وحدة الأنشطة بمدارس المنتزة الخاصة بمحاكاة طبيعية للعملية الانتخابية لرئاسة الجمهورية تحت عنوان مصر تنتخب. وقد شارك أبناؤنا الطلاب في هذه الفعاليات. حفظ الله مصر، حفظ الله شعب مصر، تحيا مصر. تقول للكل دي مصر، من الأجداد للأحفاد بقية تقول للكل دي مصر. يا بلدي يا مصر يا بلدي، مصر 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 تعيشي يا مصر، مصر 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 تعيشي يا مصر، مصر 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 تعيشي يا مصر، مصر 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 تعيش يا مصر. عشت يا مصر وعاش ولادك، يبنوا في مجد يزيد أمجادك. عشت يا مصر وعاش ولادك، يبنوا في مجد يزيد أمجادك. ويهنوكي ويخلوكي تسبقي كل الدنيا يا مصر، ويهنوكي ويخلوكي تسبقي كل الدنيا يا مصر. يا بلدي يا مصر يا بلدي، مصر 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 تعيشي يا مصر، مصر 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 تعيشي يا مصر، مصر 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 تعيشي يا مصر، مصر 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 تعيشي يا مصر. عشت بتهدي مدى الأجيال، أفضل ناجحة في كل مجال. عشت بتهدي مدى الأجيال، أفضل ناجحة في كل مجال. يبقوا مثال للأعمال اللي تشرف سمعة مصر، يبقوا مثال للأعمال اللي تشرف سمعة مصر. يا بلدي يا مصر يا بلدي، مصر 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 تعيشي يا مصر، مصر 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 تعيشي يا مصر، مصر 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 تعيشي يا مصر، مصر 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 تعيشي يا مصر. دمت يا مصر عظيمة بناسك، سفر المصر بيرفعوا راسك. دمت يا مصر عظيمة بناسك، سفر المصر بيرفعوا راسك. فخر شبابك نبت ترابك، الشاربين من مية مصر. فخر شبابك نبت ترابك، الشاربين من مية مصر. يا بلدي يا مصر يا بلدي، مصر 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 مصر، مصر تعيشي يا مصر، مصر 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 تعيشي يا مصر، مصر 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 تعيشي يا مصر، مصر هذا. وقد شارك في الانتخابات عدد 611 طالبا، وكانت النتائج كالآتي: عدد الأصوات الباطلة 27 صوتا، وامتناع طالب واحد عن التصويت. وبذلك يكون عدد الأصوات الصحيحة 583 صوتا. وحصل كل مرشح على ما يلي: السيد عبد الفتاح السيسي على 424 صوتا، السيد عبد السند يمامة على 26 صوتا، السيد حازم عمر على 29 صوتا، السيد فريد زهران على 105 من الأصوات.
وطبقا لنص المادة 39 من القانون رقم 22 لسنة 2014 لتنظيم الانتخابات الرئاسية، فقد حصل السيد عبد الفتاح السيسي على الأغلبية المطلقة، وتم إعلان فوزه بمنصب رئيس الجمهورية. حفظ الله مصر وتحيا مصر.